طبعا اليوم نحن متواجدين في حديقة الدلي في مدينة معرة النعمان اللي قامت منظمة الأمين بالتعاون والتنسيق مع برنامج تطوير بإعادة تأهيله وترميمه. طبعا هذا المشروع من ضمن مشروع إعادة تعزيز التطوع المجتمعي. قمنا بعدة مشاريع ومن أهم هذا المشروع. اليوم نحن بافتتاحية هذه الحديقة. طبعا الافتتاحية قام بحضور أغلب الفعاليات المدنية المتواجدة في مدينة معرة النعمان وفي الشمال المحرر من أهم وزارة الإدارة المحلية والمجلس المحلي في مدينة معرة النعمان ومجلس محافظة إدلب، بالإضافة إلى مديرية الدفاع المدني والشرطة الحرة. دعينا اليوم على معرة النعمان على افتتاح حديقة دلي ونشارك أهلها بأفراحهم ونوصل رسالة للخارج إنه هاي البلدات والشمال المحرر الشمال السوري ما هي كما تدعي روسيا وكما يدعي النظام إنه بؤرة إرهاب، بل هي مدن تستحق العيش، مدن أهلها الموجودين فيها ولهم حق مثل ما غيرهم له حق، وأولادهم بدها تروق بدها تنبسط مثل ما أطفال العالم كلها بدها تعيش. اليوم جينا على الحديقة وانبسطنا كتير، شفنا هالألعاب وهالزحلاطات وهالمراجع، لعبنا فيها كتير انبسطنا.